شاركنا في قمة للأطفال لمحاكاة القمة الإسلامية، شارك فيها أكثر من 15 دولة إسلامية ومراقبين من جميع القارات. حقيقة ما استمعنا إليه هو حالة من التضامن بين أطفال الأمة الإسلامية وأطفال القدس وأطفال فلسطين بشكل عام، للحالة الخاصة التي يمر بها أطفال فلسطين من قبل العدوان الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتطهير عرقي في قطاع غزة وبتهويد لمدينة القدس. هذه القمة وهذه كلمات المعبرة التي قيلت من قبل الأطفال وما يمثلوه من دول، حقيقة هي رسالة للإنسانية أن ينحازوا لإنسانيتهم وأن يسعوا للبحث عن الحياة المشتركة بوقف العدوان وبإنهاء الاحتلال، ولحصول الفلسطينيين وأطفال فلسطين على رأسهم لحريتهم حتى يعيش العالم بسلام. أنا بهذه المناسبة أوجه الشكر الجزيل لبيت مال القدس على هذا الدور وهذا الإعداد وهذا الجهد الذي يبذل، وللمملكة المغربية ولرئيس لجنة القدس جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على ما تقدمه المملكة من جهد، وعلى ما تقدمه بيت مال القدس بتوجيهات من جلالة الملك، سواء بالمساعدات التي تمت بأول يوم من رمضان للشعب الفلسطيني في غزة أو للفلسطينيين الموجودين في القدس. وهذا النشاط سلسلة من نشاطات تركز الضوء على القدس ومعاناة الفلسطينيين وحالة التضامن القوية من المغرب ومن الشعوب العربية والإسلامية، فشكرا للمغرب. شكرا لكم. هذه الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية الدولية للطفولة من أجل القدس تعقد في ظرفية استثنائية بمشاركة 15 ممثلا طفلا ممثلا لبلدان من التعاون الإسلامي، إضافة إلى 4 جنسيات أجنبية كمراقبين، وهو تمرين تربوي مهم جدا يحفز الناشئة على تمثل ما يجري حولهم من أحداث، خصوصا القضية الفلسطينية وأطفال الفلسطينيين. هذه التحديات سمعوها من أقرانهم الفلسطينيين اليوم وعبروا بما يستطيعون وبما أسعفتهم ملكاتهم الفكرية من أفكار القلق عما يعتمل من أحداث مؤلمة للأسف الشديد يكون ضحيتها في غالب الأحيان الأطفال الأبرياء. لذلك وجهوا نداء بحماية الطفولة، كل الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وعن خلفياتهم وعن مرجعياتهم. هذا النوع من التمارين يسعف وكالة بيت مال القدس الشريف بأن توجه برامجها الخاصة بفئات الأطفال من خلال ما يطرحونه هم نفسهم من أفكار، حتى تجعل الأطفال الفلسطينيين وخصوصا أطفال القدس في قلب العملية التنموية، سواء في مشاريع التنمية البشرية، سواء في مشاريع الابتكار، سواء في مشاريع التجديد، المخيمات الصيفية، السفر وما إلى ذلك.